إلى أي مدى كان خطاب الرئيس السيسي مطمئنا للمصريين؟ ويمكن ختمنا بأنه كما أشار الرئيس أنه لا يصح أن نقلق أبدا. خلونا نرحب بحضراتكم بالكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين وعضو مجلس الشيوخ. أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا بك هشام، تحياتي ليك كل سنة والمصريين كلهم والعرب والمسلمين وكل الناس بألف خير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. وسريعا هروح لحضرتك لخطاب الأمس، ويمكن بيتوقف البعض عن إشارات الطمأنة خاصة بعد مجلس الأمن، وكان هناك أيضا مجموعة من التحليلات حوالين المواقف المختلفة الرؤى المختلفة. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه خطاب الأمس كان مطمئن لجموع المصريين، وهل بالفعل يقلل من القلق لدينا؟ نعم بنسبة كبيرة جدا. أنا أظن أنه الهدف الأساسي للجزء اللي كان فيه الرئيس كان هو ده، إزالة القلق عند المصريين. الرئيس نفسه وصف القلق بأنه طبيعي ومشروع، غالبية المصريين كانوا مشغولين بهذه القضية وما يزالون طبعا. لكن أهمية كلام امبارح بتاع السيد الرئيس في استاد القاهرة وسط عشرات الآلاف من المصريين، أنا شفت يعني كنت موجود وحسيت بالناس بعد هذه الكلمات، الناس كانت إلى حد كبير مستريحة، حاسة أنه في أكبر رأس في مصر، أهم شخص في مصر فيما يتعلق برئيس الجمهورية لا تخلقه، وقدم كلمات كثيرة جدا في هذا السياق، منها أنه إن مصر ما بتسيبش حقوقها، مصر يعني أمينة على حقوقها المائية، أنه هو يتعايش شخصيا من القوات المسلحة، قال بأكثر من طريقة الرئيس أنه ما حدش يقلق. وبالتالي ظني الشخصي أن هذا الخطاب لعب دورا كبيرا ومهما في إزالة جزء كبير جدا من عوام القلق. هل القلق هيستمر؟ طبعا أكيد في جزء هيستمر، لأنه لن يهدى بال المصريين إلى أن يتم توقيع اتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاثة، ووقتها سيكون كل عوامل القلق قد أزيلت. وإحنا أعلننا أكثر من مرة أن إحنا يعني نقدر نتحمل ضرر يمكن احتماله، ونحن مع التنمية في أثيوبيا، لكن شرطة ألا تكون على حساب حق المصريين في الحياة وهو حصولهم على حصتهم المائية القانونية والعادلة والتاريخية. إشارة الرئيس إلى فكرة شاء من شاء وأبى من أبى، هل تعتقد أنه دي أيضا يعني بعد ما أثير من تحليلات حوالي مواقف الدول المختلفة، هل تعتقد أن الرئيس السيسي بيطمئن المصريين أيضا أنه حتى لو كان هناك من يقف حائلا أو معترضا أو يعني مستغلا للموقف بشكل أو آخر، أنه مصر تتخطى ذلك بشكل يعني مهما كانت التفاصيل؟ طبيعة الحال نعم، الموقف في مجلس الأمن جلسة يوم الخميس قبل الماضي لم تكن جيدة يعني كما كنا نأمل، كانت هناك مواقف يعني غريبة، مواقف صادمة، مواقف متوقعة، لكن في النهاية يعني جملة الرئيس بالأمس ومجمل خطابه كانت موجهة للجميع، يعني جزء أساسي موجه لطمأنة الداخل المصري، لكن جزء أيضا موجه للخارج لأصحاب القضية الطرفين الأساسيين خصوصا الطرف الأثيوبي وللدول المختلفة ذات الشأن المعنية بهذه القضية أو المتداخلة أو المشاركة أو التي لها رأي أو لها موقف. فبالتالي الرسالة كانت موجهة لأكثر من طرف، وأظن أن الرسالة وصلت ليس فقط عبر خطاب بالأمس، لكن عبر الوسائل الدبلوماسية، عبر اللقاءات، عبر الاتصالات، عبر قنوات كثيرة جدا. الرسالة باختصار بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة للمفاوضات والآراء، هي أن مصر لن تتنازع عن حقوق هذه القضية المحورية. واظن يعني كما فهمت بالامس وكما يعني طبقا لحديث مع اكثر من مسؤول واكثر من متابع لهذا الملف، مصر يعني صورت يعني موقفها صار واضحا ولا يحتاج الى بيان اكثر، لن نتنازل عن حقوقنا سواء كان ذلك في جلسه في مجلس الامن او جلسات في الاتحاد الافريقي او مفاوضات في اي مكان. نحن مستعدين للتعاون، لكن شرط اساسي هو ألا يكون ذلك على حساب حقوقك. خط أحمر زي ما أشار الرئيس السيسي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا.